السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم على وصفة جامدة جدا النهاردة. بصراحة أنا ما كنتش أعرفها، في واحد علشان الناموس عندي كتير بسأله وقال لي عليها، فحبيت أقرأ عنها وأبحث عنها، لقيتها جامدة جدا وقلت أما أجرب، وفعلا جربت كويسة ونجرب تاني اهوت مع بعض. دي يا جماعة طبعا الحاجات اللي هي بتاع الناموس، ردة أو أي بيرسول أو أي حاجة، دي ضارة جدا للأطفال وضارة للحوامل، وكمان أسعارها غالية كتير. وفي وصفات شفتها زي بتاعة الخميرة وكده، دي ما نفعتش مع الناموس طبعا. بتبقى للدبان كويسة في الأماكن العالية ومش كويسة أوي، لكن دي أنا جربتها وتمام، وما فيش أي فلوس أو رسوم. كل اللي إحنا هنجيبه حتة فحم، قطعة فحم واحدة زي دي، ونولعها كويس اهو زي ما احنا شايفين، وحاجة رخيصة جدا وموجودة في كل مكان، وهو لبان الذكر. لبان الذكر موجود عند العطار وموجود في كل اماكن العطارة او البقال. دي بنحطها عليه، والعطر بتاعها او الدخان بتاعها اللي بيطلع ده بيكون هو ده اللي بيمشي الناموس، وفعلا جربتها كانت معايا كويسه جدا، وكمان بتدي راحه نفسيه وبتدي ريحه كويسه للبيت ومش مضره للبني ادمين، لكن للناموس بتقضي عليه، بتطفشه او بتموته.